أهلا بكم. في الوقت الذي شهد فيه العالم أزمات متلاحقة منذ تفشي فيروس كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية، سجلت التجارة الإلكترونية العالمية تطورا كبيرا في عالم التكنولوجيا الرقمية والاتصالات، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسرع نموا في العالم، ويتوقع أن تصل قيمة هذه التجارة إلى 49 مليار دولار بنهاية العام. نستطلع حركة انتعاش التجارة الإلكترونية في الوطن العربي ونأخذ الأردن كمثال. تنضم إلينا مراسلتنا من عمان آية السيد. أهلا وسهلا آية، ونريد أن نتحدث بداية عن أبرز التسهيلات التي يقدمها الأردن لدعم التجارة الإلكترونية. نعم عزيزتي، تحياتي. حقيقة الأردن يشجع حاليا التجارة الإلكترونية، خاصة بعد ما قلتي قبل قليل جائحة كورونا، أصبح هناك الاستغناء عن العديد من الموظفين في القطاعات، وبالتالي كان هناك تشجيع لإقامة المشاريع الخاصة وخاصة المشاريع التجارية. هناك تسهيلات طبعا من الحكومة الأردنية في كيفية إقامة أو إنشاء المواقع الإلكترونية الخاصة بالتجارة، وهي حاليا منتعشة جدا في الأردن. يعني هناك العديد من القطاعات التي أصبحت الآن تلجأ إلى التجارة الإلكترونية، ودعيني أقول لك بأن الأردن في الأساس منذ عدة سنوات استحدث في الجامعات تخصص التسويق الإلكتروني، هذا من منطلق أن يكون يعني مواكبة مع التطورات الحاصلة حاليا في التجارة الإلكترونية. العديد من المواقع الإلكترونية في الأردن هي الآن رائدة وناجحة، وأصبح لها عدة فروع في الوطن العربي وشرق الأوسط. الأردن طبعا كحكومة هناك عدة يعني تسهيلات تقوم بها من حيث آلية الترخيص أو آلية إنشاء الموقع الإلكتروني أو آلية طبعا كيفية التعامل أو بنود العقود التي توفرها الحكومة الأردنية، هي ميسرة وسهلة. ولكن بعيدا عن المواقع الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية، الأردن أيضا يشهد حركة نشطة في التجارة الإلكترونية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي. العديد من الأفراد يلجؤون إلى الترويج لمنتجاتهم أو للسلع الخاصة بهم عن طريق التواصل الاجتماعي، وهي حقيقة ناجحة في الأردن، يعني لدرجة بأنه هناك ناس استغنوا عن أعمالهم يعني وظائفهم للتفرغ لهذه التجارة. الأردن طبعا يقوم بتسهيل مثل هذه التجارات أو هذه الأعمال، خاصة بأن حتى المواطنين بعد جائحة كورونا يعني لا زال هناك تخوف من عيش الحياة كطبيعتها كالسابق. يعني لم يعد الناس يذهبون إلى الأسواق التجارية كالعادة، أصبح هناك يعني مع توفر المواقع الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية الجميع أصبح يلجأ للمواقع لشراء الاحتياجات، للتصفح، يعني أخذ يعني سلع جديدة. فحتى كمواطنين أردنيين هنا أصبح اللجوء إلى التجارة الإلكترونية عالي ومرتفع جدا، وهناك تسهيلات دائمة من الحكومة لهذه التجارة. نعم، شكرا جزيلا لوجودك معنا آية السيد مراسلتنا في عمان. نبقى مع هذا الملف وننتقل إلى دبي مرة أخرى. هذه المرة نلتقي المهندس محمد عبدين، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. أهلا وسهلا. والإمارات تصدرت سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، هي تعتبر الأكثر نشاطا، برأيك ما أبرز الأسباب وراء ذلك؟ اهلا وسهلا يا فندم. زي ما حضرتك تفضلتي وزي ما كان السيد فاضله اتكلمت على الاردن، فبالنسبه للامارات يمكن الدوله دايما بتاخد طابع
الانيشيتيف زي ما بيحصل، او بتاخد طابع دايما الرياده في فكره انه ما الجديد اللي ممكن يتحط بين ايدين المستثمرين لجذب الاستثمارات من والى دوله الامارات. فالتجاره الالكترونيه بتاخد او واخده مكانه كبيره في الامارات كدوله عربيه، زائد كمان يمكن جائحة كورونا زي ما تفضلت الأستاذة الفاضلة واتكلمت، إنه كورونا غيرت تقريبا طريقة التفكير عند المواطن وصاحب العمل والموظف. كل تقريبا الشركات أو كل أو معظم الشركات اللي بتشتغل كانت عشان تستمر في خلينا نقول تستمر في تصدير منتجاتها او بيع منتجاتها، كان الواي الوحيد او الباب الوحيد اللي موجود هو المواقع الالكترونيه، وده خلى الشركات المساهمه في التحول الرقمي يزيد حجم اعمالها بنسبه كبيره جدا، لانه اشتغلوا على شركات طول الوقت كانت عندها اونلاين، عندها ستورز، فيزيكال ستورز او اماكن المستخدم النهائي هو اللي بيروح ليها. فكان الحل الامثل هو انه يبقى عندي متجر الكتروني، وده تضاعف من وقت الكورونا الى وقتنا هذا، زائد انه في احصائيات بتقول انه اكثر من 40% من الشركات العاملة في الإمارات أو كمان برة في الوطن العربي اتجهت لأنه تخصص ما بين 50 لـ 55% من الماركتينج ريسيرش أو الماركتينج انفستمنت اللي بتتعمل لإنشاء متاجر إلكترونية عشان يسهل على المواطن إذا كان موجود في الدولة أو حتى خارج الدولة عن طريق شركات وسيطة للشحن. هو بالفعل أصبح هذا هو الاتجاه العالمي أو الترند، يعني حتى نجد أنه مراكز تجارة كبيرة أو مولات مثلا في دول تعيش على الاستهلاك مثل الولايات المتحدة أصبحت تستقطع جزء كبير من ميزانيتها أو حتى تحول جزء كبير من أعمالها للتجارة الإلكترونية وتغلق بعض المتاجر التي كانت يعني علامة في تلك الدول. ده حقيقي جدا. هاخد من كلام حضرتك وأقول إنه يمكن في الوايت فرايداي اللي كان من يومين تقريبا حجم المبيعات في أمريكا وصل تقريبا 9 بليون أو 9 مليار من الدولارات، واحنا في وقت خلينا نقول انه في بوادر ريسيشن او في تضخم، ومع هذا لما يجي في يوم واحد يبقى حجم التجاره عن طريق الانترنت ما بين مشتريات في دوله واحده في يوم واحد اكتر من 9 مليارات دولار. خليني اقول لك كمان انه في تجربه جديده، وهي انه في اونلاين ستورز دلوقتي في الامارات بدأوا ياخدوا فيزيكال ستور، بس لما حضرتك تروحي المكان هتلاقي ويب سايت وتقدري تطلبي منه اونلاين وانت في الستور. فهم بيحاولوا يقولوا انه لا، الكومينج ترند زي ما حضرتك قلتي وهي ترندي وورد، هو ده، احنا هنبيع اونلاين بس ان فيزيكال ستور جاست تو شير ذا اكسبيرينس يعني. فنقدر نقول انه ايوه التوجه العالمي في امريكا وفي اوروبا وكمان في الوطن العربي، وخليني اقول وابقى فخور بده انه الوطن العربي في اماكن او في اوقات كتيره وبالذات في التجاره الالكترونيه بدا يقود وما بقاش تابع زي تجارات كتيره او زي لاين اوف بزنس كتير. وده يمكن في ريسيرشز كتيره بتتكلم على انه المنطقه العربيه عندنا بقت تصدر عن طريق التجارة الإلكترونية منتجات لا تخطر على بال حد إنها ممكن تتباع أونلاين.
بالفعل. من دبي المهندس محمد عبدين، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لك.